فهد طيب يا اخوي اسالك الموسى اسال لاني جلست مع فهد في تركيا كثير سؤال هل توقعت خليني اخترتك من بين لا الاعتبار هل توقعت انه يكون الشباب بهالروح كلهم والله بتكلم بصدق ايه ما توقعت ليش اول واحد ذا ما توقعت اني اجلس معه سبحان الله تحسه نفسيه وكذا اي باين صح لا لا صدق لا شوفوا دائما احنا دائما احنا يعني عندنا حكم خلينا نخلصكم عندنا دائما حكم لا بك مبدئي بك والله زين ما شفتك والله اني كاره كل الشر عدم من زود حبي لك فدائما عندنا حكم مبدئي لا يا اخي والله يا زبدري شوف ما يقدر اصدق هذا اسمع انت خلي كمل كلام يا زهر كان عندي حكم مبدئي مثلا هذا اول ما قابلته صار معي موقفين وقلت ما راح ماشي بتركه والرجال هذا اول ما قابلته مو انه من شر فيهم لا بس شيء نفسي شيء نفسي اما البقيه لا بالعكس ما حسيت اي مشكله لا نظرتي انا اول واحد قابلته ساير انا قلت لهم هاي اول نظره لي دقيقه خليهم مكاشر باقي ما جلس اول واحد قابلته ويدخل قلبه بسرعه يعني اللي هو الكبير وزنا الخفيف كلهم الموجودين الله يسلمك اتكلم عن شباب ابدا بالمشاهد شاهدة تزبه الله ابدا من اليمين من اليمين بس بروح اشوف حبيبي ابدا من اليمين من اليمين طيب ابدا بمحمد محمد اول ما قابلته حصل معه موقف اذكر موقف العادي كنا في جروب الواتساب نبدا والله ربك اتكلم دقيقة كنا في جروب الواتساب فكان بيني وبين محسن سوالف محسن من الدقلة فلما كنا نصور الفيديو كليب حق البرنامج نزلت وقابلت محسن فقلت لمحسن كلمة بيني وبينه يعني شفرة فجاء محمد نظرني قال مسوي ظريف لا 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 هذه الأولى على طول سلمت عليهم وسولفت ومشيت وكان في شغلة عود ترجع لمحسن وقلت خلاص قلها للشباب عود يرد يعني تستظرف انت قلت له وش يبغى اشغلني في عمري فرقيت وخليته وقابلت الشباب عبد الله الحزه كم شيء طلع يعني الفكره يعني اللي طلع يعني إيه؟ تبيني اقول لا طلعت شيء كويس لا طلع عندك انه كذا لا انه 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 هذه شخصيه محمد يعني ممكن كثير من الاشخاص يعني يتصادم مع لا يتصادم مع البدايه في البدايه مع محمد عشان يموت ايه وبعدين شخصيته تختلف عبد الله العساف من الوجيه سبحان الله المألوفه اللي تحبها من اول ما تشوفها فما تلقى معاه خلاف يعني شوف الابتسامه الغمزات ما شاء الله تبارك الرحمن بشر كلام هندي بشر هو ما شاء الله تبارك الرحمن ماجد ممكن من اخر الاشخاص اللي عرفناهم لكن يعني عزيز على قدر الله واستمعنا عزيز على قلبي كثير انا وشو ليه لا انت الشيء الواجد انت اصبر والله لفه غلط اي عبد الرحمن يعني بالعكس عبد الرحمن دحوم لا عبد الرحمن كذا عبد الرحمن ليش تقول عبد الرحمن عبد الرحمن يا خليه يرحم امك خليه يا رجال عبد الرحمن يلا تبغى يا قافي انت طيب عبد الرحمن ممكن انا اشهد يا اخوي جايك يا اخوي جايك بدا تحفه خلي الناس والله اندمجت طيب عبد الرحمن اول ما قابلته ما توقعت انه بيكون بيني وبينه حديث يعني بيكون مثلا زي رسميه لكن لما تعرفت عليه بالعكس يعني من ألطف الشخصيات وأكثر واحد تجادلت معه إلى هذا اليوم إلى أن ظن بعض الناس أنه بيني وبينه شيء يعني أنا وياه مختلفين جذريا في كل شيء وهذا الجمال إيه ومع ذلك بالعكس أحب النقاش معه وأتعمد أني يعني أتحرش في أفكاره عشان تسمع الأستاذ حتى نتناقش حبيبي لا بقول رأيي فيك بس دقيقة أصبر رأيك فين أعرف أنا رأي طول لا بس دقيقة نهدأ بس ذيب من الشخصيات اللي فعلا لها كاريزما خاصه تحترمها من اول ما تشوفها يعني ولا قصور في البقيه لكن سبحان الله كل شخص يختلف عن الثاني فهد يعني استانس يبي كذا امدحني لا 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 والله انا داري ما بضامني يا مجرم لا فهد من الاشخاص اللطيفه جدا لا والله تدخل القلب بسرعه غريب والله معنى طويل قبل ما قابله ترى لا 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 قبل ما قابله ما كان بينه وبينه شيء الجروب قال لا ما حتى في الجروب ما كان بينه وبينه شيء فهد ممكن من الاشخاص اللي يعني ممكن دائما في تواجدنا في الفقرات او حتى رياليتي ما نكون مع بعض لكن تحت الهواء بينه وبينه علوم واجد يعني تجاوزها بس
انوار من هو؟ انوار بس بعد ما تعرفه خلاص. اي انوار ممكن في البدايه انت تشوف ان الشخص ما يتكلم كثير ما يسولف كثير، لكن لما تعرفه فعلا انه من معدن الرجال ويستحق هذا الشيء. بجاد احمد يا سالم بجاد يعني انا صنف ثلاثه معنا، بجاد انا باخذ جنبي وهيثم الهملان وعبد الله الصليط. هيثم وش الهملان من جايبه؟ مجد سابق جديد يا ولد. وعبد الله وعبد الله العساف من الاشخاص اللي فعلا انت اول ما تشوفهم ما نعرف يعني تحب شوفتهم، واشخاص لطيفين جدا يعني لا يمكن انك انت تحكم عليهم. بس دحشين شو ما اعرف امزح. البدايات من هو؟ هذا يسوي معي لقاء هلم بلمه وفي رشة عاد امر الله عاد تفاهم معه بعدين. الريفي صح ما نسيت سالفة الشماغ بندر سالفة الشماغ اي سالفة الشماغ الله لا يتب... بجاد هذا صار مع صار معه سالفه. كنت موجود شفت الاستوديو حق التصوير كنت موجود نسيت شماغي اليوم الاول، جيت اليوم الثاني ما لقيت شماغي ولا طاقيته ولا عقالي، فجيت قلت من اللي خذاها؟ فقالت انه واخذت. فقال فقيل واخذت اللي صار بيها قلت في الجروب يا عيال من اللي اخذ الشماغ؟ ما حد رد علي، فجيت سالته قلت اوصف لي شكله بجاد. انت مصور صوره بجاد من اللي ماخذ الشماغ اللي كانت هنا؟ وجاب جاد قال والله انا خذيتها حسب انها شماغي. قلت له ايش اللي خذيتها؟ قال شماغ وطاقية والعقال. العقال وين اقرا سيارة خويي؟ يا بجاد جيب معك. لا ما اخذت العقال الا خذيتها كلها يعني. لا ما اخذت العقال، العقال ما اخذت العقال، اخذت شماغ زين كان معلقة وعلقت ملابسي وراها وجاز لك. لا لا صدق شلت من كلها ما دريت من وراها اصلا. بيض الله وجهك. فاحمد ربك الشاهد ان زين والله تعوضنا في الشماغ رجع. بندر من الشخصيات بدر إيه أبي أوتر. لا من الشخصيات اللي ما تعرف لها في البداية، شخصية غريبة جدا، شخصية مبهمة على العكس والله شخصية رائعة وجميلة مدح يعني تشوفها. أي بالعكس لا لا مو إنه دم فيه، بس من الشخصيات اللي ما تعرف لها أنت يعني ممكن أنت بالنسبة لي أتكلم عن شخصية مع توم وجيري أحمد والله روح دورة مياه ولا شفك شيء يعني. فبدر شهدت فيه مجروحة وأهمية على شيلته ناوي عليك والله. الشيلة اللي كانت في اليوم الأول صح واليوم الثاني اليوم الثالث اليوم الثالث يعني هذا يقيس لك يعني مستوى الإبداع والتميز عنده في الرائد يطالع فيك في القادم الأيام. حبيبي أحمد يا أخوي يا أخوي طيب شل الكاب بالله أعماني لا ما له دخل ما له دخل هذا خلاص عاد من الشخصيات اللي فعلا يعني بسم الله عليك شوف حليب تقدفكو والله لا يعني. حبيبي جيبي لك تروح واجد هناك اسلام احمد اقول رايي في احمد احمد والله ما هضمته يعني ترى ما هض... يعني كم لنا 8 الى يومك هذا لا دقيقه بس تحلف بالله دقيقه طب والله هي وجهه نظر اسلم احسن والله العظيم اول اربع ايام كنت اتحاشى اسمع اول ما اعرف الجروب اول اربع ايام كنت اتحاشى اسمعك لا في الجروب اول ما اتوجه لا اول اربع ايام كان مشغول بالترحيب وبذلب اجتحامي بمكان المكان حتى بس كان النوم جوه ما كان يعجبني ايوه وكان سنتها اخر اربع ايام سيكي صار يجلس الحال صرت اجلس معه تعرفت عليه بس انه والله شخص لطيف انت يعني لطيف وجهه خلاص اقدر لك كل وظريف شخصين وشخصيه مرحه عليف والله عليف يحب تسلق النخل كلب حبيبي احمد يا اخوي لازم يعني يحب تسلق النخل وعنده مهاره في الترحيب في كل ضيف يجي لا تقدر تسمعهم عنده لون جنوبي لا تكفى عنده لون جنوبي عنده موهبه انه تبرع بوقفه وما جاء يا مجرم يا مجرم احمد يا مجرم احمد اني طالب احمد طالب بالله تعطينا الترحيبية لا والله ما تعدى علي لا الترحيبية انا قضيت خلاص ايوه انا قضيت قلت الترحيبية حقك تعال يا عبد وش الفرق يا عيال؟ وش الفرق؟ والله ما في فرق والله يا شباب. والله ما في فرق. فرق ما في. احمد لا تصرف يا احمد. اسلم اسلم قلت الترحيبية حقك طيب عشان نروح الباب. يا ولدي يا بغيت تدخل اللون
شم والله صدق شم بالرحمن. اسلم يا تركي خلاص اسلم. قلت الحبيه حقت عشان اروح الفهد. اه اسلم حبيبي اذا جانا احد وش تقول له؟ اخوي اخوي لا ما اقول اخوي اخوي. طيب دقيقه اليوم منير منير يوم خلصت وش قال وش قلت له؟ منير يا اخوي وش قلت له؟ طيب وش قلت له؟ ها وش قلت له؟ ايش اقول له يوم خلص سيلته وش قلت له؟ يوم بدا شيء ايش قلت؟ طيب يا اخوي طيب الله عليك هذه لزبت هذه لزبت هذه احمد طيب طيب يا اخوي اي لا لا ما يزعل اكتب تعرف عليه والله شخص جيد والله طيب روح الفهد فهد والله انه ما زاد غلاء لان اسمه زي اسم ابوي حبيبي يعني لا لا ابغى معرفتي فيه اول ما شفتي فوق كل مش هذا قالت مهايطي لا هو فيك لا لا فيك هياط انت فيك هياط هو فيك هياط يعني اول اربع ايام كل من جاء لا صدق خلا 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 اقول قول 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 ما تسمع ابيات شعره كلها اقدح وهايط واطرق رؤوس الخشوم والجبال لا لا هذا هياط من ايام الجروب كل الشباب كل الشباب يقولون انت مهايطي بس روح لا ايام الجروب انا دخلت متاخر انا دخلت متاخر ايش الجروب؟ جروب ما ادري اي فدخلت متاخر فشخصيه لطيفه وانيقه ابي اذكركم في موضوع خاف خابر ذاك اليوم قلنا لك هذيك اللي هي اللي عزتنا تخبر دخلنا من الجروب جروب جروب وش هي؟ يمتد الموضوع ذاك خلاص ما بس بصدح انت جيب بعيد لا لا قل قل من بعدها لا لا من بعد ذاك الموضوع انا ارتحت من الرجل رد رد يا صار في موضوع عرفت لا 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 دقيقه اي 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 موضوع ما ادري بعدين لا 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 تصادف مع العكر انا قلت بس وش هو الموضوع؟ وش الموضوع؟ ما ينقال ما ينقال ها؟ ما ينقال خلاص 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 بس من بعده انا كنت باخذ عنك صوره انك ثقيل وكذا بس من بعدها ذكرتكم بالطقم ذا مستر بوكس لا هذه ذيك الساحره اللي تطير بالعصا لا لا مطاش اللي تطير بالعصا روح 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 الرايد رايد رايد يا شباب اسمحوا لي يعني فعلا اقول لا تكتب عشان عشان اسوي حليب انا اعطني شيء والله رجال اعرفه يجيب الصيت لا لا والله ما بحقيقه لكن همت تقول حقيقه ليش من اربع ايام توني جالس معك اربع ايام مشغول انت بالاستقبال وتوديع بدلبس شو ترى جاي والله العظيم كأنك ابو المعرس اركي ترك حتى مكتب الوقف راح تفتحه يا اخوي مالك دخل ولد وقفي تبرعت قبل يوم هو ما جاء ابي اشترك الدبان 2000 الحين لا ما شاء الله ترى الا انت بارك تبارك الكلمة بعد معلق عليه وش هي؟ وش الحقيقه؟ لان قال لك الحقيقه يا احب فيني لك شفت اني احبك اكثر واحد جلست عنده وتكلمت خلص الكلام الله يعود كنت احبك طيب يا اخوي خلاص من رايد رايد لا لا رايد والله ايش خلاص من رايد يلا يلا خليني خليني اقول رايد والله انت يا رايد القلب الكبير الله لا يهين رايد يعني خلف كل التوقعات عطني شيء خلص شيء كشاف عفوي بتصب لك والله يا حبيب قلبي نقي يعني انا انا في تصوري ان مثل شمر خير خير تمثيل ما في شيء والله و... اللغه لك عليها يا اخو الشك والله ما على الصبح ترى ايه سوي جديد اي شكرا شكرا لك كثير يعني رايد اتوقع انه مع الكل ومع الجميع شخص واحد بنقائه بمرجلته بعفويته يعني اول ما دخل البرنامج كان يعتقد يعني انه ممكن في اطار معين لكن ما شاء الله تبارك الرحمن صدم الجميع صدم الجميع صراحه صدق ويعني اصبح يعني قوه ينخاف منها مو من ضعف في او البقيه بس انه اول ما جاء رايد ما كنت اعرف عقب صدمه رايد هتولي الشخص ده انا قايل لك انا من جماعنا قلت تعال دوري انا شغل تقول جند الصغار دوري لا يجون يعطيك العافيه حبيبي شكرا لك الله خير شكرا لك يا حبايبي شكرا لك من الرخصه السؤال هذا احمد انسان تفضل احمد انسان نفس السؤال حبيبي هو شو السؤال عدل كلنا عطنا رايك في اول واحد تركي موسى نبدا فيه بالنسبه انا بعلمكم اشرح اختصر الوقت بالنسبه للجنب ذا شهادتي فيه مجروح من هو؟ الجنب ذا ليه؟ ليه؟ ها؟ شهادتي فيه مجروح ترى شاعر هو فشاعر جزل ومن الجنب ذا ها؟ شهادتي فيه مجروحين عبد الرحمن لما الرجال ذا بعد بكم سالفة لا 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 انت ما يحتاج خوي من لك سنتين طولني من يوم درست في الطب بسم الله ابدا مكلية الطب والهندسة اما هقول لكم هقول لا اله الا الله اما معرفتي اخوي اخوي ما عرفتي في الرجال ذا اول ما قابلته في 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 الاستوديو اقسم بجلال الله في وين 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 في الاستوديو حق تصوير
اي في الاستديو حقك. والله الذي لا اله الا هو ما خطر في بالي واحد زميلي انا متسابق. الوجه له وجه متسابق. ها؟ انت معي انا شفت زي منصوره طايحه تحت على الدخول. احسب ان حبايبنا متقولي مع سباك. لا تدري ما في كلام صافي يا مسرط والله اللي صادق لا تحلف يا اخوي حرفت في الوقت والله مع كذا يا كذاب دقيقه خليني اكمل انا ما قطعت انا ما قطعت دقيقه دقيقه والله اني صادق طيب كلام صافي صلوا على النبي يا رجال انا ما قطعتك تركي اسمع كلامي شو اسف اعتذر والله في مواصير طايحه احنا نكلم اليوم عنا يا صل على النبي اسمع اسمع والله الذي لا اله الا الله في مواصير طايحه يوم شفت الرجال قلت له سباك انت معي والرجال غشني لابس ثوب قلت ذا هذا اكيد انه قديم في الرياض وقد اشتغل ذا ولا بس ايام يوم شفت يرسل الجروب ارسل تركي الموسى ترجع صوت العرض هاي صورته فلازلت اقول سباك هذا بيودنا معنا منتزه زي المغاصي زي فطلعت الحقيقه انا خوي طيب يا اخوي حبيبي حبيبي اذكر كفرت مجلس الربع سامحني يا حبيبي شكرا لك لا لا مسامح اعز من عرفت والله ام حق ام حق شو معناه الله يفوق بيني وبينك قل يا رب يا الله انا اضيع ذوبي يا الله ضيع ذا يا الله قل يا رب يا فهد فهد قل يا رب انت بتهزه هذا هذا عود الدخل واط واط بقر العلاج حق هيثم السليطي